زي ما اخبار الرئيس السابق في شرم هي الشغل الشاغل للشارع المصري، في اخبار تانية الحقيقه مهمه جدا بشان الارقام والمليارات اللي بنسمع عنها لكل وزير سابق او لاي حد من رموز النظام السابق. التفكير فيها بقى بيتم ازاي من البعض طبعا مش من الكل، التفكير بيتم ازاي الارقام دي هيتم تقسيمها على المواطنين وازاي كل واحد هياخد حقه في الفلوس بعد ما يتم استردادها واسترجاعها مره ثانيه، سواء بقى من الخارج سواء من البنوك المصريه، كل الفلوس اللي تخص رموز النظام السابق. طبعا الكلام ده يعني هو مش بس كلام عادي او غلط، هو كمان كلام خطير، لانه الكلام ده فيه نوع من التلاعب بعواطف الناس وشغل الناس عن اشياء تانية اهم بكتير جدا في الفترة الحالية. كل واحد مطلوب منه دور وكل واحد عليه مسؤولية في الفترة اللي بتمر بيها مصر، والمسؤولية اكبر بكتير من الحسابات دي. ده اللي قاله الدكتور سمير رضوان. الدكتور سمير رضوان بالظبط قال انه في فهم خاطئ دفع الناس لحساب نصيب كل مصري من المليار التي من الممكن أن يتم استردادها. أشار أيضا الدكتور سمير رضوان أن كل أسئلة بيتسأل عنها بشأن هذه المبالغ وإزاي هيتم تقسيمها وإزاي هيتم إعادة حسابها مرة تانية وإزاي وإزاي، هو لا علاقة له بأي شيء فيها، لأنها من اختصاص النائب العام وليس من اختصاص الدكتور سمير رضوان. فيما يخص تحقيقات، وبما ان احنا بنتكلم على اموال هنتكلم على كسب غير المشروع، واليومين اللي فاتوا كان في كلام كتير قوي عن التحقيقات ومين اللي بيتحقق معاهم، وبالتحديد كان في اشاعات عن بدء التحقيق مع السيده سوزان ثابت. النهارده وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي قال ان السيده سوزان ثابت ستمثل امام جهاز الكسب غير المشروع خلال الايام اللي جايه للتحقيق معاها في وقائع تضخم ثروتها بطرق غير مشروعه. ده بالإضافة إلى أن مصادر قالت أن جمال وعلاء مبارك اللي صدر ضدهم قرار بالحبس 15 يوم على ذمة التحقيق الأسبوع اللي فات ما قدموش إقرارات الذمة المالية، وأنه من المتوقع أن هم يحالوا للمحاكمة أمام محكمة الجنح خلال أيام. الوزير أكد أن التحقيقات هتتم بعد الاتهامات اللي وجهت إلى السيدة سوزان ثابت بأن الحسابات والأرصدة البنكية الخاصة بمكتبة اسكندرية على رأس الوقائع اللي هيتم سؤالها عنها، وأنها كانت بتتعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالمكتبة سحبا وإيداعا بعيدا عن مجلس أمناء المكتبة، رغم أنها كانت تبرعات مخصصة للمكتبة أساسا. الفلوس اللي في الخارج اللي بدأنا بيها أخبارنا، المجلس الأعلى للقوات المسلحة شكل لجنة، وكان رئيس اللجنة القضائية دي هو أيضا الأستاذ عاصم الجهري كان الله في عونه. الحقيقة أنه اللجنة بتختص فقط باسترداد الأموال الموجودة في الخارج لعائلة مبارك ولأيضا عدد كبير من المسؤولين. ازاي بتتم اليات واجراءات هذه استرداد هذه المبالغ؟ بتتم من خلال مجموعه كبيره ايضا من الناس اللي بتشتغل في الدول دي، بتشتغل في هذا الشان، في الشان القضائي والشان الاقتصادي والشان السياسي. الدول هي انجلترا، فرنسا، سويسرا، وامريكا. مكاتب تحريات اجنبيه بتعمل على قدم وساق بالتنسيق مع اللجنه اللي اسسها المجلس الاعلى للقوات المسلحه برئاسه الدكتور عاصم الجهري لبحث الامور، وكمان الاوراق اللي بتتم ما بينهم وبيتم تداولها يعني ما بين الدول وما بين مصر بيتم ترجمتها حرفيا علشان الامور تبقى واضحه، وطبعا بيتم المتابعه اولا باول. كان الله في عونهم جميعا، ده يعني مطلوب حرص شديد ومطلوب ايضا العدل فيما يقومون به من مهمه كبيره. ننتقل من الأموال لمخالفات من نوع آخر، مخالفات بيع أرض جهاز الشباب في الأقصر. النهاردة قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا حبس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، يعني تجديد نسب إليه تهم تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام.
طبعا هو كان صادر ضده قرار بالحبس لمدة 15 يوم في قضية اللوحات المعدنية للمركبات اللي سمعنا عنها الأسبوع اللي فات، ونسبت إليه تهم الإضرار المتعمد بالمال العام بما قيمته 92 مليون جنيه. وهي القضية اللي متهم فيه معاه كل من حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية لإسنادهم عملية توريد 5 مليون لوحة معدنية بالأمر المباشر لشركة ألمانية دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات. الخبر بقى اللي جاي هو الخبر اللي يعني كان سيد الموقف النهاردة في أحداث اليوم وفي الشارع المصري، وهو حل الحزب الوطني. حل الحزب الوطني كان هو الشغل الشاغل للجميع. المحكمة الإدارية العليا قضت في جلستها بحل الحزب الوطني الديمقراطي وبتصفية كل ممتلكات الحزب وإعادة أموال الحزب ومقار هذا الحزب للدولة مرة أخرى. البيان الخاص بالمحكمة جاء كالآتي: إن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو نفسه رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التخلي في 11 فبراير 2011 عن المسؤولية، وذلك يلزم قانونا وواقعيا أن يتم إزالة الحزب من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب. الجلسة ما مرتش بسلام، والخبر لم يمر أيضا بسلام، وطبعا كان فيه ردود أفعال ليس فقط في على مستوى الشارع المصري، ولكن الردود أيضا جاءت من قبل يعني بيقفوا أنصار مصطفى بكري وأنصار طلعت السادات اللي هو طبعا كان تم تعيينه رئيسا للحزب الوطني من أيام. الأنصار للجهتين وزعوا منشورات بتطالب ببقاء الحزب الوطني الجديد، ده بالنسبة طبعا لطلعت السادات، وأنصار مصطفى بكري طبعا كانوا الضد تماما، وفي شعارات رفعت وفي صور أيضا رفعت وأخذت على الكاتب الصحفي مصطفى بكري. وأعتقد أنه يبقى في أسئلة كتير جدا في حوار مصطفى بكري الكاتب الصحفي مع باسل. تمام، احنا معانا تليفونات. ما فيش تليفونات. طيب، احنا كان في خبر قلناه من كام يوم ان فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف كان المفروض ان هو النهاردة هيتوجه لكنيسة الشهيدين بمركز اطفيح، وبالفعل هو توجه النهاردة واستقبلوه اهالي اطفيح والاقباط بمركز اطفيح، وهو كان معاه كمان وفد ديني في اطار زيارته التفقدية للقرية، واكد على وحدة وتماسك الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه والعمل سويا يد واحدة من اجل بناء ونهضة وطنهم ومواجهه اي محاولات للوقيعة او الفتنه منهم، وشدد على ان الوحده الوطنيه اللي بتجمع شعب مصر منذ القدم هتظل مستمره. احنا معانا تقرير من اطفيح ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. طيب، إمام الأكبر الشيخ جمال أزهر جاي النهاردة عشان وعد إن هو بعد البناء وصمم على هذا الوعد إن هو يجي يزور هذا المكان، فطبعا كان لازم إن احنا نكون مشاركين، واستغليت الفرصة إن أنا أحط بعض الأيقونات اللي أدشنها عشان برضو تاخد نفحات الروح القدس إن هذا المكان بيت الله ويجب أن يكون مقدس. باسم فضيلة الإمام الأكبر الذي يحضرنا هذا اليوم في هذا الافتتاح، ومعالي الأستاذ الدكتور عبدالله الحسيني وزير الأوقاف وقيادات وزارة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف، نقول للقاصي والداني نحن سنحافظ على الكنيسة وسنحافظ على بناء الكنيسة، لأن الكنيسة لا تقل شأنا عن المسجد، والإنجيل أيضا لا يقل شأنا عن القرآن الكريم، وببركة الإنجيل والقرآن
سيظل الأمن والأمان لمصرنا العزيزة الكريمة إن شاء الله. يجب أن احنا نلتقي في أرضيات مشتركة كبيرة، ما يجبش أن احنا نتقاتل من أجل حاجات صغيرة ونفترق من أجل حاجات صغيرة. كلنا مصريين، كلنا بندور على مصلحة البلد، ولابد أن ننهض ببلدنا كلنا. ونشكر كل أهل البلد اللي هم أحسوا أنه روح غريبة جات عليهم، وهم بيبذلوا جهد عشان يعيدوا المحبة إلى الشارع مرة أخرى.